طلعوا حلو. صباح الخير عليكم خوتي. المهم خوتي ما نطولش عليكم باش نوريكم. انا كنت هنا عند ستاسيون تاع ليسونس، نعمر في ليسونس. سي بون خوتي، يجيني هذا الطفل اللي راكم تشوفوا به. نيشان ولدي ياك نيشان؟ اه راكم تشوفوا فيه خوتي. اه الطفل هذا، انت عندك باك ولا ما عندكش؟ انت يتيم، وين تسكن؟ تسكن في التويفزة. واش جيت دير هنايا؟ مصروف. جيت تشوف مصروف؟ خاصك مصروف؟ نمشي نجيبو مصروف ومن بعد نروحو نشوفو العائلة نتاعك على برا. انت تسكن على برا في الخيمة. شكون خوك الكبير؟ شحال في عمره؟ 16. خوك الكبير في عمره 16 نعم. هذا ما كان باك ميت، ما عندكمش مصروف. راكم تشوفوا قدامكم خوتي. عيط لي واحد الانسان خوتي هنا في الستاسيون، مشيت ندي عليه واحد الامانه حتى يجيني هذا الطفل الصغير اللي راكم تشوفوا فيه اللي راه معايا. قال لي عمي اعطيني مصروف، خاصني مصروف. قلت له انت ما عندكش والديك، ما عندكش اللي يصرف عليك؟ قال لي ما عنديش وانا يتيم. راكم تشوفوا فيه وين راني؟ راني في مدينه المشريه. راكم تشوفوا كنت نعمر في ليسونس اخوتي. الصوره راهي قدامكم خوتي، وراني ماشي معاه على برا نوصله وتشوفوا بعينيكم الحاله اللي يعيش فيها هذا الطفل اللي راكم تشوفوا فيه. ها هو قدامكم. واش خاصك ثاني؟ واش خاصك؟ واش خاصك ولدي؟ واش خاصك؟ تاع حوايج. خاصك قش ثاني؟ حوايج؟ زيد واش خاصك ثاني؟ حوايج. واش هي الحاجه؟ قول لي ولدي، قول لي نور. عاشوره. خاصك عاشوره؟ صحيح. راكم تشوفوا فيه، راه قدامكم، راه معايا. ربي راه شاهد خوتي، طحت في واحد المواقف. لا اله الا الله محمد رسول الله. جاني مباشرة من بين الواطا، جاني انا مباشرة. راكم تشوفوا خوتي واش من ولاية، هذه مدينة مشرية ولاية النعامة. الصباح خوتي نط في الصباح، جيت دروك نعمر ليسونس، لقيت هذا الطفل لا اله الا الله محمد رسول الله، وراني ماشي مع خوتي على برا دارهم. وتشوفوا الحاله اللي راه عايش فيها هذا الطفل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. عاود قول لهم باللي انت عندك باك ولا ما عندكش باك؟ ميت. وانت عندك غير عمك. عمك واش يخدم؟ عمك واش يسرح الغنم؟ حاطين خانه عندك. هذا ما كان. ما عندكمش حاجه واحده اخرى؟ ما عندكمش خلصه؟ ما عندكم والو؟ المهم خوتي، الصوره اكبر تعبير خوتي. تخلص من. تخلص امك؟ واش تخلص؟ ها؟ تخلص 300,000؟ صح. خوتي هذه انت ما تصورش من الناس، هاي سي بون راني باغي نوريكم الصوره، هي اكبر دليل. سي بون خوتي راه قدامكم، وراني في مدينه المشريه. اللي حاب يعاونه يتصل بي على الرقم 07 95 62 62 75، يعطيك كاش مكتوب مصروف. وراني ماشي مع خوتي على برا باش نزيد نوريكم الناس وراهم عايشين خوتي. صدق عليكم والسلام عليكم.